سلام البنات، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ كنتمنى نتلاقاكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله كما كتشوفوا البنات غادي ندير معكم الرايب. يعني داك النهار كنت صوبته ودرت فيه يعني الحليب وغبره، وصراحه حتى هو فيه الحليب وغبره، غير هو فيه يعني بواحد الكميه اللي قليله، تقريبا جوج معالق اللي فيه، وكيجي عاقد وزوين. اما الريب اللي كنت درت معاكم راه كان يعني الريب البلدي، داك الريب اللي كيكون هكا يعني جاري. هنايا نبداو ان شاء الله بمقادير. عندي هنا 3 المعالق ديال السنيده، ها هما، والحلاوه على كتبقى على حسب الذوق. انا غادي نكتفي بثلاث المعالق عامرين ديال السنيده، وهنا عندي جوج معالق ديال الحليب غبره، وعندي واحد الفاني، وعندي واحد اليوغورت حتى هو ديال الفاني، وهنا عندي اطرو ديال الحليب. غنبداو ان شاء الله، غنزيدو ديك السنيده. وغنزيدو داك الحليب، نحاول نخلطو، نزيدو داك الفاني، صافي. هنا ملي داب ليا داك الحليب وداك السنيده دابت في هذا الحليب، دابا غادي نديهم فوق البوطه حتى يغلى، يعني غنتسنى عليه حتى يغلى، وعاد باش نخلي ملي يغلى نطفي عليه البوطه ونحيدو ونخليه حتى يدفى، يعني حتى نوليو نديرو فيه هكا، يديرو هكا صبعنا وما تحرقش وما نتحرقوش، يعني يكون دافي. عاد باش غادي نزيدو داك اليوغورت، حيت الا زدنا اليوغورت والحليب ديالنا باقي طايب غادي يتكلل لينا وما غايصدقش معنا الرايب. صافي، غادي ندي دابا فوق البوطه وغادي نغليه ونخليه حتى يبرد ونتلاقاو، يعني ماشي يبرد بزاف، غير يدفى ونتلاقاو ان شاء الله باش نكملو الطريقه. صافي، هنا كما كتشوفوا ملي غلى ليا الحليب، صافي هنا خليتوها نتوما، يعني كديروا فيها كيدكم، صافي ما تيكونش يعني ما تيكونش كيحرق. صافي، هنا غناخد داك داني داك يوغورت ديال فاني عفوا، وكنزيدو كنخلط، كنحاول نخلط مزيان البنات، يعني حتى داك اليوغورت صافي ما كيبقاش كيبان لينا في هذا الحليب. صافي، ملي خلطت مزيان داك الحليب ديالي، داك دانوف الحليب، حتى صافي ما بقاش كيبان. دابا خديت هنا كيسان، نتوما خدو المهم اللي عندكم، زليفات، كيسان، المهم داكشي فاش بغيتو الرايب ديالكم ديرو. انا هنا غادي ندير الكيسان وغادي نبدا نخوي. كما كتشوفوا البنات، هنا انا راني عطاني 6 ديال الكيسان ديال العنبه، ها هما 6 ديال العنبه. غناخد السلوفان بحال هكا وغنغلفهم،
هاتي غنلفهم بحال هكا ونجيب شي فوطه بحال هكا. صافي البنات وغادي نخليه، انا دابا راه درتو في العشيه غادي نخليه يعني حتى الصباح ان شاء الله، عاد غادي نحيد عليه هذا الغطاء، هذا غيكون واجد. وانتم البنات الا صوبتوه في الصباح يعني صوبتوه في الصباح يعني بالليل غادي يكون عندكم واجد. انا هنا صوبته بالعشيه، غدا ان شاء الله في الصباح غادي يكون واجد، يعني هو ما بين 8 حتى 10 ديال السوايع تيكون واجد. صافي غادي كنخليه حتى غدا ان شاء الله في الصباح على باش نحيد لي هذا الغطاء ونتلاقاو ان شاء الله في الشكل النهائي. وهنا البنات الريب ديالنا ها هو وجد. صافي يعني في الصباح حيدت عليه داك الغطاء ودخلته الثلاجه واحد الساعه هاد المكان، يعني ضروري تدخلوه الثلاجه باش هكا كيبرد وكيجي زوين. هانتوما كما كتشوفوا يعني كيجي عاقد، ها هو يعني واخا كتقلبوا هكا الكاس ما كيطيح ما والو. هانتوما شفتوا كيفاش كيجي، ها هو يجي زوين وعاقد. صافي البنات كانت هذه هي الوصفه ديال اليوم، كنتمنى لعجبكم الفيديو. ما تنساوش تشاركوا في القناه وما تنساوش تدعموني باللايك ديالكم، وغادي نقول لكم السلام عليكم. خليت لكم الراحه، الفيديو اخر ان شاء الله.